50% من اللبنانيات بين انه مستعدين انه يشاركوا بالفساد، بناء على استطلاع الرأي عملته جمعية سكر الدكان مؤخرا على شريحة من 1200 شخص. هيدا بيعني انه هل انه كل اللبنانية او هل اللبنانية بيخلقوا فاسدين؟ لانه ال 50% التانيين اللي ما صرحوا انه مستعدين يشاركوا بالفساد يمكن لو تعرضوا لعمليات فساد كانوا شاركوا فيها. هيدا رقم كتير خطير، وخاصة وقت نعرف انه 62% من المستعدين يشاركوا بالفساد هن من الفئة الشبابية، يلي هي كان من المفترض انه يكون محصنة اكتر ضد الفساد بحكم انه بعدها عندها التطلعات المثيرية، بعدها عندها هيدا الاندفاع يلي بعد ما افسدت بواقع الحياة. وخاصة انه الارقام يلي تبينت معنا بالجمعية بتبين انه حوالي 14% فقط من الناس عندهم ثقة مطلقة بالقضاء. نحن بنعرف انه وقت ما بكون في محاسبة نحن ما فينا نطور الامور، نحن ما فينا نخلي يصير في عدالة بالبلد، وبتغيب العدالة بنصير بشريعة غاب. اذا جينا طلعنا على الوضع بلبنان بنشوف انه هذه الثقة، قلة الثقة بالقضاء هي نابعة من عدة أمور، إنه نحن بنعرف كلنا إنه قضاءنا غير مستقل. أضف إلى انعدام المحاسبة الإدارية اليوم التفتيش المركزي بال 2007 على عشرات الألوف الموظفين، فقط حاسب حوالي 200 موظف تأنيب مش أكثر، صرف يمكن موظفين أو ثلاثة كلهم فئات ثالثة أو رابعة. انحدر هذه المحاسبة بالتفتيش المركزي من 200 اليوم قضية أو إجراء اتخذهم بحق الموظفين إلى 87 بال 2012. بالمقابل مستوى الفساد بلبنان اليوم الاندكس اللي بتطلعه شفافية دولية، تراتبية لبنان بالفساد عليت، كان يحتل المراتب بين 100 الأولى من أصل 170-175 دولة، اليوم بيحتل المرتبة 136. إذا كان في نوع من العلاقة بين انعدام المحاسبة الإدارية وزيادة نسبة الفساد بلبنان. أضف إلى أنه المحاسبة السياسية كمان تعطلت، إذا المحاسبة القضائية معطلة، المحاسبة الإدارية معطلة، واليوم المحاسبة السياسية معطلة، وفق أنه اليوم في تمديد للمجلس النيابي وما عنده بقى المواطن حق المحاسبة هذه الطبقة، بالرغم انه كمان انه القانون اليوم ما بيسمح للمواطن انه يحاسب مزبوط هذه الطبقة بغياب نوع من النسبية على هذا القانون. هيدا اللي بيؤدي انه من سنة 2005 كمان ما عندنا ميزانية وما حدا عم يسأل. نحن اليوم كمان بجمعية سكر الدكانة تبين لنا عبر التطبيق اللي عندنا اياه على الهواتف النقالي اللي هو سكرها، هذا التطبيق اجى عندنا حوالي 1600 شكوى من الادارات، تبين لنا انه الادارات الاكثر فسادا بالبلد هي المرفأ، السجل العقاري، النافعه، الامن، الماليه بطبيعه الحال، البلديات، وكمان القضاء. للاسف اليوم يقدر الفساد بالمرفأ حوالي مليارين دولار سنويا، اضف الى انه كمان غياب الرقابه على الامور الصحيه، من الغذاء اللي عم نشوفه اليوم بالفساد الغذائي، لا في موضوع ما حدا عم يجيب سيرته اللي هو الدواء. اضف الى انه اليوم لبنان يعتبر ثاني اغلى فتور الدواء بالعالم من بعد امريكا. نوعيه الدواء اليوم ما حدا بيضمننا اياها بغياب مكتب الدواء اللي وعدينا اياه ببيانات الوزاريه المتتاليه وما عم يعملوا. في اليوم حركه مشكور عليها مع الوزير الماليه انه عم بينظف السجل العقاري، ولكن نحن بدنا نشوف خطوات عمليه اكثر، بدنا نشوف ناس عم تتحاسب بالسجون، بدنا نسال الموظفين من اين لك هذا، موظفين وصولا للوزراء، ولكن يمكن الوزراء اليوم صعب كتير لانه المجلس الاعلى لمحاكمه الوزراء المنصوص عنه بالدستور غير مفعل من سنه 1926 وقت ما اعتمد بالدستور عمدا، لانه ما بدهم يحاسبوا حالهم، ولكن على الاقل نحاسب يلي فينا نحاسبهم يلي هن الموظفين من فئه ثالثه ثانيه او اولى. هيدا كمان بده يصير في نوع من المعادله المحقه بمعاشات الموظفين لحتى نحد من هذا الفساد كمان، لانه بياثر
وتنحد من هذا الفساد لازم، ولنزيد من هذه الرواتب لازم كمان نحد من الفساد، لانه اليوم المليارين دولار تبع المرفأ السجل العقاري يقدر الفساد فيه حوالي مليار، مليار و200 مليون دولار سنويا، هودي صاروا 3 مليار دولار بشكل حوالي 25% من الموازنة العامة، هودي فينا نزيدهم على معاشات الموظفين لحتى يصيروا عندهم معاشات مرموقة لحتى نقدر نجيب الكفاءات. كمان الفساد بغير إدارات اليوم في عنا مجال لحتى نحد منه، خاصة الفساد الصغير اللي هو كناية عن مئات الدولارات يلي بيدفعها المواطن للموظف لحتى يسرع له معاملته، أو مثل ما بنسميها إكرامية. هيدا الحل تبعها هين يلي هو الحكومة الإلكترونية يلي بتقطع العلاقة المباشرة بين الموظف والمواطن. إذا نحن بجمعية سكر دكاني عم نطرح كل هيدي الأمور للرأي العام، ومنتظرين تجاوب الطبقة السياسية بالقريب العاجل، وكلنا أمل بأنه من كل مناطق لبنان رح نجند الناس لحتى يساعدونا بهيدي المهمة.